للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري الأستاذ عبد الله الأسعد. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بكم. يعني 31 قتيلا وعشرات الجرحى بعد غارات وحشية للنظام على المدنيين يوم أمس، مع ذلك مر اليوم ولم تسجل أي غارة للنظام على إدلب، كيف تقرأ تكتيك النظام في تعاطيه مع إدلب؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع نحن يعني يتضح لنا من خلال العملية الجوية التي تجري الآن في إدلب بأن التمهيد الجوي والناري على مدينة إدلب قد بدأ، والآن يبدو على الطريق الواصل بين أو الخط الواصل بين أو الدهور وصولا إلى الجهة الغربية جسم الشغور. هذه المنطقة ستصبح عما قريب هي عبارة عن خط جبهة في يعني القتال بين قوات النظام وبين الثوار. طبعا هناك ثلاث محاور يمكن أن يقوم النظام بالهجوم عليها، من اتجاه طبعا منطقة أبو ظهور، ومن اتجاه جسر الشغور، ومن اتجاه منطقة كنسبة الريف الشمالي للاذقية. حتى الآن يعني هذه الطلعات الجوية وهذه الضربات الجوية يعني بالنسبة لأعمال الهجومية على مدينة واسعة كمدينة إدلب يعني هي عبارة عن بدايات لكي ينفذ التمهيد الجوي ويقطف الأهداف ذات الأفضلية الأولى، وبدأ الآن بتدمير سبع مشافي. هذا السيناريو الذي يذكر بسيناريو الغوطة ودرعا والريف الشرقي لحلب. فننتظر يعني في القريب بأن طبعا تتحرك قوات الفصائل المعارضة وتتخذ مواقعها لصد هجمات النظام، التي يعني أتوقع بعد أن يتأكد من خلال وسائط الاستطلاع بأنه أبطل الوسائط النارية التي قد تمنعه من تنفيذ أي ضربة تجاه القوات المهاجمة، سيبدأ النظام بالهجوم الأرضي على مدينة إدلب. أنباء عن أن النظام يحشد قواته في حلب لبدء معركة محتملة في إدلب المعقل الأخير للمعارضة، إلى أي مدى تعتقد أن الدول الضامنة يعني ستمرر سيناريو حلب والغوطة؟ يعني أنا أريد أن أوضح هنا يعني لبس كبير جدا. هذه المنطقة وهذه الاتفاقية يعني من عنوانها اسمها اتفاقية خفض التصعيد، ليست منطقة آمنة، ليست منطقة عازلة، ليست منطقة حظر طيران، هذه اسمها خفض التصعيد، يعني ممكن أن ينشب بها القتال. ويعني الدول التي قد تكون راعية والتي يكون لها نقاط مراقبة مثل تركيا مثلا، هي ليست معنية بالقتال وليست يعني طرف من اطراف القتال. اليونيفيل في اي منطقة، يعني قوات الطوارئ الدولية في اي منطقة، عندما يبدا قتال بين دولتين وتكون هي في المنتصف تنسحب مباشرة. فانا يعني مثلا محلل عسكري واعرف بالقوانين العسكرية، من وقع على اتفاقية خط التصعيد، اتفاقية خفض التصعيد زائلة يعني بعد ستة أشهر سبعة أشهر حسب الاتفاق، عداك على أنه أحد الضامنين يعني الروسي هو مشارك في عمليات القصف الجوي لهذه المنطقة. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يكون مثلا يعني ضامن مثل الروس ويكون مثلا مشارك في عمليات التمهيد الجوي. فلذلك لا مانع، لا مانع يعني هذا ليس مثلا عتب على الروس ولا غيره. الذي وقع من جهه الفصائل، مندوبي الفصائل الذين يحضرون مفاوضات الستانة، هم لا يعرفون ماذا يوقعون، لا يعرفون. اذا ما السيناريوهات المحتمله المتوقعه يعني في ادلب، لا سيما ان هناك فصائل تصنف ارهابيه في هذه المدينه؟ يعني بحجه مثلا ألف واحد مثلا من هيئه تحرير الشام يستغلون هذه الفرصه ليدمروا 3 ملايين او 4 ملايين شخص في مدينه إدلب. اتوقع السيناريو المقبل، طبعا كما حدث في درعا والغوطه، النظام اصبح لديه يعني عناصر داخله في جسد المعارضه او الفصائل الثوريه، يستطيع من خلال هذه منها
من خلال هؤلاء العملاء أن يدخل يعني للفت في عدد الفصائل الثورية. مجرد أن يصل النظام إلى جبل 40 أصبحت المنطقة يعني هنا مكشوفة ناريا. سيقوم النظام باعتقادي بتطوير هجوم في عمق إدلب. طبعا هنا لا أحد يستطيع أن يتكهن ما الذي سيجري. هؤلاء الذين هم الآن موجودين في محشر إدلب هم من الناس أو من الأشخاص الثوريين بالفعل الذين رفضوا المصالحة مع النظام في الغوطة الشرقية وفي درعا وفي القنيطرة وفي وادي بلدة وفي الغوطة الغربية. يعني هؤلاء لديهم نفس ثوري، إلا أن هناك مشكلة موجودة في المدنيين. المدنيين هم يعني اليد التي ممكن أن يمسك منها الروسي والنظام المعارضة بقصف المخيمات والمدنيين. والروسي يعني معروف عنه في غروزني وفي الشيشان كيف كان يقتل ويدمر المدنيين في سياسة تدمير المدن. نعم، من اسطنبول الخبيرة العسكرية السورية السيد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.